الموضوع كله ان احنا ان انت لما بتقول اخبار زي دي يا كابتن هاني الاخبار اللي زي دي وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وانت هنا بتتكلم كل يوم ان الحاجات دي هي اللي بتخلق التعصب اللي انت بتحاول من الناحيه الثانيه تنبذه على في المقابل، فهو دوت يا جماعه اللي بيخلق التعصب الجماهيري، هو ده اللي بيخلق التعصب، هو ده اللي بيعرقل النهارده عوده الجماهير للمدرجات مره تانية اللي احنا كلنا بنحلم بيه، احنا النهارده اهو بنتنشى على يا ترى هيحضر الجمهور الماتش النهائي، يا ترى كام عدد اللي حاضرين في المباراه النهائيه، يا ترى الكاف لسه ما ردش ليه، يا ترى الامن هيعمل ايه، طب ما انت الاخبار دي هي اللي بتخلق التعصب، هي اللي بتخلق التعصب صدقوني، وده يمكن ده شيء يعني مستفز جدا.